قولي بأمانة، قولي الأهلي هيشتري مهاجم في يناير؟ محلي محلي. انت جاي رايح ناحية المحلي لحد اللحظة اللي بكلمك فيها دي، يعني هيشتري مهاجم في يناير محلي؟ لا استنى واحدة واحدة، نمشي واحدة واحدة بس. الأهلي أكيد سيضم مهاجم جديد في يناير؟ نعم أو لا؟ نعم نعم نعم. مين المهاجم المحلي؟ كم مهاجمين هياخد؟ اثنين ولا هياخد واحد منهم؟ واحد من الاثنين. واحد من الاثنين، كل واحد فيهم بسيناريو حلو. احمد ياسر ريان متخوفين من نقطه ان هو جاي في الترتيب رقم 2 عند مارسيل كولر. النقطه الثانيه ان هو عندهم احقيه ياخدوه من سيراميكا لكن مع نهايات المواسم مش في يناير. اوكي، والراجل رجع يلعب ثاني وايبوكا هو اللي قاعد احتياطي، فان سيراميكا يسيب احمد ياسر في وسط الموسم وهو عنده، هو احمد ياسر وايبوكا، فان هو يسيبه وهو ماشي بشكل كويس وبقى دلوقتي في المربع الذهبي مع كابتن ايمن الرمادي، صعب جدا يسيب احمد ياسر. ماشي. الثاني اللي هو المفروض اصعب بقى بكتير، مروان حمدي. مروان حمدي هو متصدر قائمة اللاعبين المحليين اللي بيفكر فيهم النهاردة النادي الأهلي. طيب مشكلة مروان إيه؟ بالأخف على حد، المشكلة إنه صعب إن النادي الأهلي يتعامل مباشرة مع النادي المصري. الاتفاق كان التالي، إذا ما قرر النادي الأهلي وحسم أمره بأن مروان حمدي هو اللاعب المحلي، الأهلي هيدي لمروان 20 مليون منحة تعاقد تخصم من العقد بتاعه، وهو هيروح يدفع الفلوس للنادي المصري ويفسخ التعاقد معاه ويمضي مع النادي الأهلي كلاعب حر. وعلى فكره النادي المصري ما عندوش اي مانع من انه يسيب مروان حمدي مقابل المبلغ اللي اتدفع فيه. في تصريحات رسميه للنادي المصري قالوا احنا دفعنا 23 مليون، هم دفعوا 18 نادي الزمالك وكان في بعض الارقام بعد كده، لكن 23 مليون قال لك ما عندناش اي حد يجي يدفع 23 مليون هنسيب مروان حمدي، مش عندناش ازمه خالص.